نسمع مقطع السيد رئيس الوزراء. طبقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة حوالي 460 كيلو متر مربع تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، والموضح حدودها ومعالمها على الخريطة، وتتكون من ميناء غرب بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية، المنطقة الصناعية بغرب القنطرة، وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية الجديدة، ميناء الأدبية، منطقة وميناء العين السخنة، ميناء العريش، وميناء الطور. وكانت قناة السويس الجديدة بداية التنفيذ الفعلي لهذا المشروع العملاق الذي يشمل العديد من المجالات التنموية. إذن زي ما قلت لكم، 6 مواني: الطور، العريش، الأدبية، شرق وغرب بورسعيد والسخنة. دي المواني اللي بيتضمنها هذا الإقليم واللي يتم تطويرها في هذا الإقليم. معي على الهاتف مهندس محمود سالم، مدير إدارة التشغيل بهيئة الثروة السمكية. باشمهندس مساء الخير، وأبدأ بسؤالك عن إيه الجزء المتعلق بالثروة السمكية في هذا المشروع. أهلا بك يا مدام لميس والسادة المشاهدين. هو المشروع له شقين، شق في شرق تفريع قناة السويس اللي هو حوالي 20,000 فدان، ودي مساحة بتقدر ب 80 مليون متر مكعب. ده بيدي فرص عمل حوالي 7,000 فرصة عمالة، غير فرص العمل غير المباشرة اللي هتبقى من ال 7,000 دول حوالي 15 فرصة عمل أخرى. المشروع عبارة عن مزارع سمكية، مفرشات، أحواض، إقفاص، مصانع أعلاف، تعبئة، مصانع وتبريد وتغليف. المشروع الثاني اللي هو في حواض الترطيب التابع لهيئة قناة السويس على مساحة حوالي 40,000 فدان بما يعادل 170 مليون متر. ده بينتج حوالي 70,000 طن سنويا، وبيدي 9,500 أفراد عمالة بما يعادل حوالي 15,000 فرصة عمل غير مباشرة أخرى. ده بالنسبة لطبيعة المشروع. المشروع شرق تفريع قناة السويس عبارة عن 3 أجزاء. جزء منه مربى طبيعي مفتوح حوالي 7,000 فدان اللي هو في الناحيه الشماليه من ملاحه بور فؤاد ناحيه البحر الابيض المتوسط. الجزء الثاني محصور ما بين الجزء الجنوبي والجزء الشمالي، وده عباره عن حاجه اسمها سيجات. السيجات دي عباره عن احواض شبكيه ملامسه للارض، وده هنستغله في الجزء الاوسط. الجزء الجنوبي عباره عن احواض ترابيه هيتم تسوية الأرض واستغلالها في الزراعة السمكية أيضا. طب باشمهندس، التكلفة قد إيه للمشروعين؟ الاستثمارات في المشروع أي قناة السويس استثماراتها في المشروع ده تعادل أكثر من حوالي 100 مليون جنيه. والمشروع في الناحية الثانية شرق تفريع قناة السويس استثمارات تعادل تفوق هذا الرقم بكثير. هل الاستثمارات دي استثمارات هتكون حكومية ولا هتطلبوا القطاع الخاص يدخل؟ كلها لغايه دلوقتي الى الان استثمارات حكوميه، ممكن في مرحله من المراحل هتكون استثمارات داخل فيها القطاع الخاص. معالي الرئيس وجه النهارده ان خلال سنتين هيكون كل شيء منتهي، وده اللي احنا بنسعى له تماما. اي قناه السويس هتنزل انتاجها خلال 6 شهور او 9 شهور ان شاء الله. انتاجها من الثروه السمكيه؟ من السمك. من هو السمك. طبعا هيربي انواع فائقه الجوده، انواع للتصدير، دنيس، طاروس، وقار، شهمب اللي هو الجمبري، اللي هي اسماك المياه البحريه اللي احنا في امس الحاجه اليها دلوقتي في مصر. يعني ده انت بتقول انه خلال 6 7 اشهر تبدا هيئه قناه السويس في ان انتاجها ده يكون في السوق خلاص. بالظبط، هيئه قناه السويس خلال، لان هو بدا يربي دلوقتي في مرحله التربيه، لانه خلص مرحله تحضين الزراعه عنده في الحواض، وبدا ينقل في حواض التربيه، وان شاء الله السوق هينزل السمك بتاعه. ده السؤال، يعني كده السمك هيرخص والجمبري والحاجات دي يا باشمهندس؟ من العوائد للمشروع ده اللي بتمناه ان شاء الله ان اسعار السمك خاصه البحريه اللي زي دنيس والقاروص والوقار والكلام اللي انا قلته ده، كله الاسماك دي عاليه الجوده، واحنا بنحاول نطلع سمك ومنتج امن ونظيف وصحي.
مطابق للمعايير والمواصفات العالمية. طب دي مناطق شاسعة، ممكن القطاع الخاص يخش ياخد فيها يعني يعمل فيها استثمارات او يخش ياخد فيها مناطق اجزاء ولا لا؟ وحضرتك المشروع ده بيمثل يعني اكبر مشروع في الشرق الاوسط وافريقيا. القطاع الخاص له مناطق اخرى على طريق دمياط بورسعيد، في محافظة بورسعيد، في محافظة دمياط، في محافظة قصر الشيخ، على كل السواحل المصرية القطاع الخاص شغال في الاستطلاع السمكي. بشكرك شكرا جزيلا مهندس محمود سالم مدير اداره تشغيل بهاية الثروه السمكيه. اذا توقعوا بقى انه يعني في سمك نازل السوق تابع لهيئه قناه السويس من المزارع السمكيه الجديده خلال 6 أو 7 أشهر. ده خبر جيد جدا، وطبعا ده دي مشروعات بتوفر فرص عمل وبتفتح فرص للاستثمار ايضا.